بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل الأكارم والأخوات الفضليات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من رحاب هذه الزاوية المباركة العطرة العامرة بالعلم والقرآن وفعل الخير وذكر الله تعالى، فإننا أيها السادة الأفاضل نحمد الله سبحانه وتعالى ونبارك لعموم أمة الإسلام ولإخوتنا أهل المحبة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم المبارك، شهر الخير والطاعة والبركات، الشهر الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى وأكرمنا به وجاء ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد بشر المجتهدين فيه والذين يصومونه حقا وصدقا واحتسابا، بشرهم بغفران السيئات وبعلو الدرجات، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق عليه الصلاة والسلام. وإنها لمناسبة كريمة أيها الكرماء والكريمات في أن نذكر أنفسنا بضرورة أن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن بلغنا هذا الشهر المبارك. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كما ونذكر أنفسنا أيضا بضرورة أن نبذل الوسع والجهد، ونسأل الله ربنا أن يوفقنا ويأخذ بأيدينا وقلوبنا كي نكون فيه من الجادين المجتهدين الذين يصومونه صدقا واحتسابا، فنتجنب فيه كل المعاصي والسيئات والعادات السيئة التي تغضب رب البريات، ونجتهد في أن نأتي فيه ما استطعنا من الطاعات، خاصة الحفاظ على الصلوات وفعل الخيرات وذكر الله وقراءة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.